صنعته بنفسي كابتن تيجواد من القضية 53. يقولون إنه شخص سيء، لكن أظن أنه مجرد سوء فهم. أظن أني تركت الموكد مشتعلاً. تبقى لدي أقمشة، لذا صنعت هذا. لا تخبرني، الطبيب سلبي. نعم، أنت ذكي جداً. سوف ترتعشان أمام كابتن تيجواد. شفيق، ستنحني خوفاً من الطبيب السلبي. يا إلهي، هذا أفضل يوم في حياتي. ماذا تنتظر؟ حزن. مثير للشفقة. عادي. دون المستوى. لماذا نقاتل كابتن تيجواد؟ فلم يرتكب جريمة. ماذا تعني؟ مستر سلطة، مكتوب هنا في عريس البحر: لن يحارب بطل خارق أي شرير خارق حتى يرتكب الشرير جريمة. رأيت؟ لقد سرقت نقوداً. إنها ليست سرقة، لأنها نقودك. هيا قل لي، ماذا يجب أن أفعل هنا؟ أنت واثق بخصوص هذا؟ أليست سرقة المصرف ضد القانون؟ نعم يا مستر سلطة، لكنك لن تسرق مصرفاً، أنت تتظاهر. ويمكننا اللعب؟ نعم. حسناً. مرحباً، هل يوجد أحد؟ نحن كابتن تيجواد والطبيب سلبي، جئنا كي نسرق. هل يوجد أحد هنا؟ مرحباً. ماذا يحدث؟ يمكنني مساعدتكم؟ نعم، شكراً لك. نحن نتظاهر بسرقة المصرف. أين الصرافون؟ أين النقود؟ لا يوجد صرافون، الماكينات في الخارج. نسيت بطاقة الائتمان. انتظروا لحظة، لا أهتم إذا كنتن سيدات، ولا أحد يتظاهر بسرقة المصرف. واو، كنت مقنعا جدا، خدعت هذا الحارس تماما. يمكننا ترك نهاية القصة، نتوقف هنا ونأخذ بعض الدعم لمخبئك. سنحتاج نقودا. يفترض أن أكون الشرير، لماذا أشعر وكأنني سرقت؟ بعد ساعة واحدة. حسناً يا كابتن تيجواد، دكتور سلبي، يمكنكم الخروج الآن. حسناً، هذا هو المكان، تحتفظان بنا في القفص فوق الزيت المغلي. الآن هذه جريمة، الآن تخرجان للقتال. لا أظن أننا سنفعل ذلك. ماذا تفعل؟ أصبح شريراً، أليس هذا ما تريدانه؟ ألستما خائفين؟ هر هر. هل تتوقع أن أبكي؟ لا يا سيد بوب، أتوقع أن تقلعي. حسناً يا شفيق، انتهى وقت اللعب، الأمر أصبح متوتراً قليلاً. لقد عانيت طويلاً من العيش بين هذين الأحمقين، لكن الآن وأنا الطبيب السلبي، سأتمكن أخيراً من تحقيق انتقامي. عرفت أنه سيكون شريراً مثالياً لأنه ملتزم. قمت بعمل جيد في اختيار الأدوار.